الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس المنتدب، السيد رئيس النيابة العامة، رئيس النيابة العامة، وكيل العام لمحكمة النقد، السيد الوزير المنتدب، السادة والسيدة والسادة رؤساء الأولون ولمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون، السيد المدير العام لوكالة المحافظة العقارية، السيد اللواء الدرك الملكي. شنو هي الترجمة ديال لي ديدي؟ باش نقولها؟ الوكالة؟ الوكالة السيد فوتين، وكالة تسمح لي، وكالة التنمية الرقمية. أيها الحضور الكريم، في الحقيقة هذا المشروع هو جزء من مشروع، هذه المشاريع الثلاثة هي جزء من مشروع كبير نحاول من خلاله رقمنة خدمات وزارة العدل، تجويد العلاقة مع المتقاضين، وتعزيز التواصل الإلكتروني، وضمان حكمة المعلومة، وتقوية البنية التحتية المعلوماتية، وتعزيز أمن النظم المعلومات بالإدارة القضائية. لقد تمسكنا بهذه المشاريع لأننا متأكدين بأنها ستسهل العلاقة بين المتقاضين وبين المحاكم، وستمنح الولوج إلى المعلومة القضائية لدى العموم، وهي طريقة الفضلة لمراقبة العمل القضائي ومراقبة العمل كتابة الضبط. ولذلك هذه المشاريع جزء من 7 مشاريع تم وضعها، ولكن ارتئينا أن نقدم اليوم 3 مشاريع فقط، لأننا وجدنا نفسنا أمام إحدى المآزق القانونية كما يقولون. فالآن نملك ما يسمى بمنصة الزواج والطلاق، ولكن اكتشفنا أن هناك نصا قانونيا في مرسوم ينص على عدم إمكانية تبادل الوثائق الإلكترونية التي تهم الأحوال الشخصية من خلال العلاقة الإلكترونية. وجدنا هذا النص وفوجئنا به، ونحن الآن نقوم بإجراءات إلغاء هذا النص والذي ينص عليه في إحدى القوانين. وهناك مشاريع أخرى سنتطرق إليها في الشهر المقبل تهم قضايا أخرى. هذه العلاقات الإلكترونية ستعطي نوعا من الوضوح ونوعا من الشفافية للعمل القضائي ولعلاقة المتقاضي بالمواطنين. ومستقبل العدالة في المغرب هي الرقمنة، وعلى الرقمنة أن تخترق جميع مفاصيل العملية القضائية والإجراءات والإدارة القضائية. هذا يحتاج إلى وقت كبير، يحتاج إلى جهد كبير، ويحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة، ولكننا نشتغل. وفي المقابل نفكر في أن يكون العمل داخل المعهد القضائي الذي نحن فيه مستقبلا يتم بواسطة الكمبيوتر، وأن نمنع إطلاقا الورق والقلم للكتابة، حتى يستطيع السادة القضاة أن تكون لهم، أن يكون لهم طلب القضاة، أن يكون الملحقين القضائيين يسمونهم، أن يكون لهم نوع من العلاقة الوطيدة مع الحاسوب لينقلوا ذلك إلى العمل القضائي. السرعة تقتضيها ظروف الآن العملية القضائية، ولكن حتى تكون هذه السرعة لابد من إعمال هذه الوسيلة التي هي الرقمنة. الرقمنة تسمح كذلك لنطلع على الخريطة الجنائية في المغرب، وإلى النزاعات المدنية كذلك ومحلات صحيحها. كذلك تعطينا فرصة للربط بين مؤسسات التي هي مؤسسات الدولة للقيام بكثير من الإجراءات التي يقوم بها إما المفوضون القضائيون أو تتم وفقا لإجراءات إدارية. لهذا نحن نملك مشروعا سنقوم بتنفيذه، وأسميناه مكتب الخدمات الرقمية داخل المحاكم، وهو مرتبط بوكالة التنمية الرقمية وما تملكه من عناوين، حتى تتم الإجراءات بواسطة العلاقة الرقمية، سواء مع المحافظة العقارية، سواء مع وزارة النقل، سواء مع إدارة السجون، سواء حتى تتم الإجراءات عن طريق هذا المكتب هذا الذي سيقوم بهذه الإجراءات. قررنا في الأسابيع المقبلة أن نقوم بامتحان، أن ننظم امتحان لإدماج حوالي 200 تقني في مجال الرقمنة لتقديم الخدمات في المحاكم. المطلوب الآن أن يكون هناك من يتملك إدارة الكمبيوتر حتى يشتغل داخل المحاكم ويسهل الإجراءات. لذلك سنعلن أو أعلننا عن امتحان لولوج 200 مهندس أو 200
مساعد تقني في مجال الرقمنة لتعيينهم في المحاكم قصد تقديم هذه الخدمات. قررنا كذلك أن كثير من الإجراءات الأخرى التي ستسهل العلاقة بيننا وبين البنوك، بيننا وبين الضمان الاجتماعي، بيننا وبين إدارة الجمارك، وبيننا وبين الضرائب، ستكون هناك إجراءات مباشرة إما بواسطة الرقمنة أو التمثيلية الإدارية لهذه المؤسسات داخل المحاكم كإدارة، داخل بناية المحاكم كإدارة لتسهيل الإجراءات. وأنا بالمناسبة أشكر السيد رئيس الأول لمحكمة الأسلحة التجارية الذي قدم لنا يد العون ودعم هذا المشروع، وسيسهل كثيرا إجراءات التبليغ وإجراءات تبليغ المذكرات وتبليغ الأحكام وطلبات التنفيذ وطلبات التبليغ. كذلك نريد أن نتجه الآن إلى إلغاء مكاتب التبليغ والتنفيذ داخل المحاكم والاكتفاء بمنصة تقوم بهذه الإجراءات على المستوى الوطني. كل هذه الهموم نحملها ونحن نحتاج إلى ثقافة وإلى إمكانيات في مجال الرقمنة. وأنا أشكر السيد الرئيس المنتدب والسيد الوكيل العام الذين يدعمون هذا الاتجاه، بل يسهرون عليه ويقدمون لنا التوجيهات الصحيحة من أجل إنجاح هذا المشروع. أشكرهم جميعا، أشكر السيدة الوزيرة المنتدبة التي دائما حاضرة معنا تدعمنا لا ماديا ولا معنويا لإنجاح هذا المشروع. أشكر أصدقائنا وزملائنا في المؤسسات الرسمية للدولة، صندوق الإدارة والتدبير الذي يدعمنا في هذا المشروع ويشتغل معنا أخيرا في آخر منصة أعتقد هي منصة المحامي، والآن أخذت أبعادا كثيرة وستسير في اتجاه. وأشكر صندوق الإدارة والتدبير الذي يدفع في هذا الاتجاه بل يتحمل عبء هذا الاتجاه. كذلك أريد أن أشكر كل الأشخاص، كل المؤسسات، مديرية التحديد بوزارة العدل، الإخوة المديرين بوزارة العدل كل بصفته وموقعه أو السيد الكاتب العام والذين يساهمون كلهم في إنجاح هذا المشروع. ولكن ما زلت أمد يدي وأطلب أن تساعدونا جميعا من أجل هذا المشروع، ولن ننجح إلا إذا ساد رؤساء المحاكم وكلاء المالك وصدر الرؤساء الأول وكلاء العامين ساهموا معنا وساندونا بملاحظاتهم، بإنتاجاتهم، بتوجيهاتهم، حتى نستطيع أن نرقمن هذه المؤسسة. وإذا قمنا برقمنتها سنفتحها على العموم وسنحد من تلك الانتقادات الوهمية التي كثيرا ما تطال وزارة العدل والسلطة القضائية عن جهل لعدم إدراك الحقيقة. إن انفتاح المؤسسة القضائية على المجتمع وعلى المتقاضين سيحل كثير من المشاكل وسيفتح كثير من الشفافية، وستكون ضغطا تقنيا وفكريا على أخلاقية العمل القضائي. شكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.